القائد المصري، كل الشعب فداك بالدم والروح والولد يا حامي الديار. لواك لن ينكسه أحد. إن هذه الشخصية التي صنعها الله والتي صنعها الدين لا يمكن أن تذلها محاكمة هنا أو إساءة هناك. هيهات هيهات، فالشيخ يبقى تلك الشخصية الكبيرة العزيزة الشامخة التي لن ينالوا منها أبدا. هذا العهد يا قائد البصيرة لن نترك المسيرة.